بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فخير ما نفتتح به هذا اللقاء المبارك آيات بينات يتلوها على مسامعنا طالب محمد يعقوبي الكريم على هذه الآيات المبينات. في هذا اللقاء الذي نشرف جميعا بالاجتماع فيه أداء للواجب وتحملا للمسؤولية والأمانة، فتكون الوجهة العلمية الأكاديمية التي يتجهها طلبة العلم وأساتذة الكلية، فيكون هذا التوجه لازما وآكدا في تبني مواضيع تلامس القضايا الآنية للأمة. وقد كان من المرتجى منذ زمن عقد ندوة أو مؤتمر حول قضية الفلسطينية وما يتعلق بها. ثم توالت الأحداث إلى أن استقر الأمر على هذا التنظيم الذي تكلف به الطلبة في إطار مختبر الحوار الحضاري في لقاء استجمع همم الطلبة الباحثين قبل غيرهم للحديث في موضوع يلامس هذه القضية من جهة موقعنا في مغربنا الإسلامي. فجاء هذا الموضوع حول العلاقات المغربية الفلسطينية، ليتحدث في هؤلاء الطلبة في كل في العنوان الذي اختاره. ومن حسن الصدف أن يتزامن هذا اللقاء مع اليوم العالمي لمساندة القضية الفلسطينية في هذا اليوم، وهو يوم عالمي يأتي بعد هذه الهجمة الشرسة التي تسمى حربا وليست حربا، لأنها غير متكافئة. الحرب تكون مع جيش قائم بين جيشين قائمين، الآن هذه هجمة شرسة كبيرة في بقعة صغيرة محاصرة لأزيد من عقد من الزمان. ففي هذه البقعة المباركة التي لنا معها علاقات إسلامية وعربية، فهذه غزة تسمى غزة هاشم، لأنها موضع دخله هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم في طريق تجارته في تجارة قبيلته قريش، فمرض فيها وتوفي فيها ودفن بها، وقبره بقي فيها، وإزاءه مسجد يعرف بمسجد السيد هاشم. فهذه البقعة لنا بها صلة وثيقة منذ هذا الزمن وهذا الوقت. على كل حال، حتى لا أطيل، أعطي في البداية الكلمة لأستاذة معاريج نزيهة
مديرة المختبر الحوار الحضاري والتكامل المعرفي.